طيب اليوم بدنا نحكي عن البرمجة بلغة سي. احنا من بداية الفصل بنبرمج بلغة الاسمبلي. اوكي، اليوم بدنا نتعلم كيف نبرمج بلغة سي. طبعا لغة سي اكيد اسهل. واي سي بروجرامينج اسهل، easier and less time consuming to write in C than assembly. سي اسهل انك تغير فيها. سي اسهل ان نغير فيها ونعدل. طبعا هذا كله راح تلامسوا اكيد، يعني معروف انه البرمجه بلغه سي اسهل من الاسمبلي. احنا كمان ممكن نستخدم الافيلبل فانكشنز لايبرز في اللايبرز، اوكي، في لايبرز جاهزه ممكن تستخدمها. سي كمان هاي نقطه مهمه، از بورتبل تو اذر مايكرو كنترولرز. يعني اذا انت كاتب شيء بلغه سي للمايكرو كنترولر وبدك هذا الكود تشغله على مايكرو كنترولر من نوع مختلف، السي يعني هذا بدعم سي المايكرو كنترولر وهذا بدعم سي، فبصير اسهل انك ايش تنقل برنامجك من مايكرو كنترولر لمايكرو كنترولر. طيب الداتا تايبس في السي، اوكي، طبعا سي 18 انتبهوا، مش سي بلس بلس اللي تعلمتوها، يعني هي قريبه كثير منها بس سي 18. ففي عندك unsigned car، unsigned car 8 bit يعني register. اذا بدك زي unsigned register، فلما تقول unsigned car x بيحجزه register. بس بدك تنتبه انه لما تيجي تحكي unsigned car x مثلا، الاكس هذا واحد بده يحطه في الرام باي register، في هاي الحالة انت ما بتختار الريجستر، الكومبايلر بيختاره. ففي الاسمبلي كنا لازم نحكي لما بدنا نستخدم ريجستر، مثلا ريجستر 1 او ريجستر 2 بغض النظر، لازم نحكي وين ريجستر ايكويت 10 بكل نحكي مثلا زي هيك. هون احنا بنقول للكومبايلر انت استخدم الرام، اوكي، انت دبر حالك، مش مهم وين، المهم انه تحجز لنا unsigned byte. طيب في عنا signed byte اللي هو ايش car، فلما تحكي car y مثلا السي نحكي انه هذا ال y register بس نخزن فيه signed number، ف الرينج تبعه بيكون من max من 28 ل 127. كويس كمان انه في عندي مثلا unsigned integer، متذكرين مثلا لما لو كنا مثلا بدنا رقمين 16 بت نجمعهم، شفتوا كيف اجمع اللو مع اللو والهاي مع الهاي مع الكاري واحجز، طلع شو بدنا نحكي unsigned مثلا x او مثلا a كوما b كوما c، بغض النظر منين جبنا b و c، ممكن نحكي A equal كذا مثلا، A equal مثلا 20,245، B equal 8,5,6,3، C equal A زائد B. بزبط بزبط. طب ما هو الريجستر بيساعش اللي بس هو هذا بصير شغل الكومبايلر، كومبايلر بحل لك المشكلة. فلما تقول unsigned C أو unsigned A هو بحجز two registers، أي two registers، وكيف بدبر حاله بتصير مسألة الكومبايلر. طبعا هو لما يحوله لأسمبلي هو بالآخر بحوله لماشين كود، يعني لإنستركشنز، بيعمل نفس اللي أنت كنت تعمله، يعني بحجز two، يعني راح يحجز لكل واحد من هذول two registers، ولما يجمع بيجمع اللو مع اللو مع إلى آخره، بس بصير مسألة الكومبايلر يحوله لإنستركشنز. كمان دير بالكم بصيرش انه تعمل مثلا هيك مثلا y تساوي 10، بصيرش تحط كود وبعدها ديكلاريشن، كل الديكلاريشن بده يجي في البدايه، يعني اذا هذا جوا المين، اوكي، كل الديكلاريشن بيجي في البدايه،
كل اللي بدك تعرفه، كل المتغيرات بدك تستخدمها عرفها في البداية، بعدين بنحط الكود الاوبريشنز اللي بدك اياها. طيب طبعا في عندي unsigned integer وانتجر، واضح الفرق بينهم، اي unsigned واي signed، بس تو 16 بت. في unsigned short، تفرقش unsigned integer عن unsigned short هون، الثنتين 16 بت. ف unsigned integer unsigned short نفس الشيء، integer وشورت نفس الشيء. unsigned short long، unsigned short long هون بحجز 24 بت، يعني ثلاث ريجسترز، فكله unsigned short long. مثلا زد بحجز لها ثلاث ريجسترز، فبكون معك زد انك تتعامل معها من صفر ل 16 مليون وشوي. short long، short long بدون unsigned بيكون كمان يعني signed، يعني بالنيجاتيف والبوزيتيف، فبكون 8 ناقص 8 ملايين وشوي ل 8 ملايين وشوي. unsigned long 32 بت 4 بايتس، من 0 ل 4 مليار وشوي. في long 32 بت، طبعا الفرق بينهم واضح بين الفرق بين unsigned long ولونج، زي unsigned integer integer، unsigned char char. فكل هاي داتا تايبس تقدر تستخدمها، وهي بتسهل علينا. اوكي، فشو اعمل، شو اختار انا، char ولا unsigned، حسب متطلبات البرنامج عندك. في اسئله؟ اوكي، شو برنامج بسيط، write a program to send values من 00 ل FF ل port B. فودي 0 بعدين 1 بعدين 2 بعدين الى اخره. لاحظ include بتحط البيك اللي بتستخدمها، نوع البيك، void main void تفتح braces، unsigned char z، اذا خلص تحدد انه z هذا الرينج تبعه من 0 ل 255 زي اي ريجستر. طلع اوكي، تريس بي ايكوال 0، شو هاي انه تريس بي البورت اللي اسمه الريجستر اللي اسمه تريس بي قيمته صفر، فكانك تعمل سي ال ار اف تريس بي، يعني طلع لوب. شفت هناك تعقيدات الاندايركت ادريسنج ومش عارف ايش وكذا، وطلع فور او تعقيدات اللوب، اسلوب عادي زي اللي تعلمته فور زي. بس لاحظ بسش تحط هون انتجر زي او شيء، او لازم زي تكون معرفه قبل. فور زي ايكوال 0، زي اقل 255 او يساوي 255، زي بلس بلس، بورت بي ايكوال زي. فاول مره بورت بي ايكوال 0، بورت بي يكوال 1، بورت بي يكوال 2. انتبهوا الديفولت هون ديسيمال، يعني احنا حطينا 0 و255، هل شو بعتبرهن ديسيمال بالاسمبلي؟ شو الديفولت؟ هيكسا ديسيمال بالاسمبلي، الديفولت هيكسا، هون الديفولت ديسيمال. فبورت بي يكوال 0 برجع، بعدين بورت بي يكوال 1، بورت بي يكوال 2، بورت بي، فبنبعث لبورت بي من 0 ل255 او لا اف اف يعني. وايل وانا انفينيت لوب، كلنا الهاردوير فيش شيء اسمه بنت البرنامج، اما انك بتخلي اما البرنامج كله بيكون عباره عن لوب بنتيش، او بنحط بالاخر انفينيت لوب. اي نيد اف رانينج ان هاردوير هذا البرنامج. طبعا هذا بنقدر نعمله بالاسمبلي، يعني سهل نعمله بالاسمبلي. Write a C program to send hex values for ASCII characters كذا 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 لا إيش لبورت بي. فبدي أبعث مش صفر، الاسكي للصفر يعني 30 بدي أبعث أول شيء 30 هكسا، بدي أبعث بعدين 31 هكسا و 32 هكسا و 33 و 34 و 35 هكسا، والA بدي أبعث الاسكي للA كابيتال والاسكي للB. طلع أسهل بدون ما أروح أسأل، بقدر أعمل array. شوفوا الاري كيف، unsigned char my num. اوكي، فماي num هون اري،
فماي نم اوف زيرو الاسكي للزيرو اللي حطيناهن باشاره سترينج بمعنى انهم هذول كاركترز وليس اوكي الاسكي للزيرو. ماي نم اوف 1 الاسكي، طب وين في الرام بخزنهم؟ مش مسؤوليتنا، نقدر نقول له خزن في مكان، نقدر اذا بيلزم، بس الاسهل انه هو خليه يعمل مانجمنت زي السي بلس بلس اللي تعلمناه احنا، ما بنقول له وين في الرام يحجز لما نقول له اوكي. فهون نفس الشيء، فشوفوا ما اسهل ماين هاي الجمله لحالها لو بتعملها بالاسمبلي، بالاسمبلي شوف قديش بدنا شغل اوكي، انك تحط داتا في كونسيكوتيف لوكيشن. هسه لسه في كمان شغلتها ناس بنشوفها. اذا خزننا مجموعه من البايتس، كل واحد منهم unsigned car لانه الاسكي unsigned، unsigned car z، فz برضه ريجستر عادي 8 بت، تريس v equal 0 output port b output. طلعوا هون لو كنت لو قلنا لكم هون نوديهن على بورت بي بالاسمبلي، بدك هون بتضطر تستخدم indirect addressing. اذا بدك تعمل لوب، متذكرين قلنا اذا بدي اعمل لوب وبدي اصل ل الباقي، بدي اصل ل consecutive locations في الرام واحد ورا الثاني من خلال لوب، مضطر استخدم الاف اس ار. طبعا هو بيستخدم الاف اس ار بس مش انا بستخدمه، هو لما يعمل كومبايليشن بحول بيستخدم الاف اس ار instructions. ففور زي ايكوال زيرو، زي اقل من 10 ماي بورت بي ايكوال ماي نم اوف زيرو، هي هاي اندايركت ادريسنج، ماي نم اوف زيرو، ماي نم اوف 1، ماي نم اوف 2. فهي عمليا اتصل انت للميموري لوكيشنز، يعني هون زي هي الادرس اندكس، هي اندكس عمليا لما تقول له ماي نم اوف زيرو بعدين اللي بعدها اللي بعد ماي نم اوف 1 كذا الى اخره، عمليا هاي لو بدك تحل هذا السؤال وجرب بزبطش بدون اندايركت ادريسنج. ليش؟ تعمل اكسس لكونسيكوتيف لوكيشن في الرام بدنا اندايركت اكسس، يعني بتستخدم اف اس ار واحد من الاف اس ار، فعندنا 0 1 2 3 4 الى اخره لحد دي. تمام اوكي مفهوم. فبورت بي ايكوال ماينم اوف 0، طب ماينم اوف 0 اول شيء شو هو الماينم اوف 0؟ مش الصفر، الاسك للصفر يعني 30 اكس. فبورت بي اول شيء بروح له 30 اكس، بعدين 31 اكس، بعدين كذا بعدين الاخر. رايت ا بروجرام تو توجل اول ذا بيتس اوف بورت بي كونتينيوس، مش حاكي هو شو انيشال اللي بيكون، هو هون انيشال اللي حاطهم 55. فطبعا احد الطرق ان كله بورت بي ايكوال 55 بورت بي ايكوال اي، طبعا ممكن احط ديلي بالنص بس هو مش طالب. فانفينيت لوب فور مع تو سيمي كولونز انفينيت لوب، او زي بتكتب وايل 1 برضه بصير انفينيت لوب، مره ببعث لبورت بي 55 مره ببعث لبورت بي اي اي. طلعوا كيف بورت بي عمل لها اوتبوت تريس بي ايكوال 0، شوف كيف ببعث لبورت بي، بورت بي ايكوال الرقم مباشره. بدك هيك صرت تحط 0 اكس، تحط شلون حرف الاتش اباك بالاسمبلي اللي كنا نحكيه دي دي وكابيتال للديسيمال وبين سنج، هذاك الاسمبلي دير بالكم هون الديفولت ديسيمال، وفي عندنا 0 اكس مشان نقول انه هذا ايش هكسا. تايم ديلي، كيف نعمل ديلي في استخدام السي في السي 18؟ الان في الاسمبلي كنا نعمل لوبس، وهون نقدر نعمل لوبس اوكي. في طريقه ادق من اللوب استخدام التايمر، بعد ما تعلمنا التايمر بجوز المره الجايه نتعلم اوكي استخدام التايمرز. طيب in creating a time delay using a for loop we must be mindful of two factors، بقول لك بدنا ننتبه لشغلتين هون لما نعمل لوب في السي. That can affect the accuracy. واحد the crystal frequency. احنا بنعرف انه الكريستال فريكونسي كل ما زيد الفريكونسي بكل الديلي بكل الاكسكيوشن تايم. اوكي بنعرف هاي الكلام. اثنين هون بالسي احنا ما بنعرف بالضبط كيف راح يترجم برنامج لانستركشنز. ما بزبط، ما بنعرف بالضبط كيف الكومبايلر راح يحولنا لاي كيف بالضبط الانستركشنز، كيف راح يترجموا الانستركشنز. لهيك
وحتى different compilers ما إيش ما produce different hex code ما produce hex code لو الانستركشن النهائي اللي بتودع الروم. فبسبب هذا اللي هو صعب انك تيجي تعمل حسابات. كل احسن ريح هنا صعب تعمل حسابات زي الاسمبلي تصير تحط هاي بتاخذ 2 instruction cycles هاي بتاخذ 1 وكذا. هون صعب لانك ما بالنهايه بدك تحسب بدك تعمل حسابات على instructions. طب شو instructions راح تطلع؟ فيش شيء بالضبط بعرف حسب كيف الكومبايلر مبني. Okay. For the above reasons when we write time delay for a C we must use oscilloscope. طب كيف بدنا نعرف؟ نكتب كود مثلا لوب بنجيب الاوسيلوسكوب ومن كيس مثلا بنخلي اوكي بنخلي مثلا يودي زيرو بعدين يعني ينفذ الكود بعدين يودي 1 ونشوف الفرق بينهم الوقت يعني قياسا بالتجربه بالاوسيلوسكوب. طيب رايت بروجرام تو تقول اول ذا بيتس اوف بورت سي ام بورت دي كونتينيوسلي. هذا البرنامج شغلينه على هذا البيك كريستال فريكوانسي كذا كريستال فريكوانسي 10 ميجا هرتز. هذا اللوب جابوا الاوسيلوسكوب وصاروا يقيسوا صمموا هذا اللوب طلعوا تو نستد لوبس الانر لوب من 0 ل 165 الاوتر لوب من اي لاي تايم اي تايم فاريبل مش كيورد يعني تقدر تحط واي اكس بدك اياه. هذا الفانكشن كاسوه بالاوسيلوسكوب يعني شافوا الاكسكيوشن تايم من خلال الاوسيلوسكوب لقيوا انه بتسلم هون الفانكشن اكس باخذ اكس ملي سكند للتنفيذ بس ايش كمان مره على كريستال فريكوانسي ايش 10 ميجا هرتز على كريستال فريكوانسي 10 ميجا هرتز. اوكي فبدو يستخدمه فكمان مره كيف طلعوا بهذا الفانكشن بالتجربه من خلال الاوسيلوسكوب صار يكتبوا فانكشنز يبعثوا مثلا زيرو بعدين ينفذوا الفانكشن بعدين يبعثوا 1 يقيسوا بين الزيرو وال1 على الاوسيلوسكوب بدي بلو بتعرف متذكرين كيف جنريت سكوير ويف شيء شبيه على احد البنز بيبعث سكوير ويف نفذ الفانكشن يعني هذا كوال بعث زيرو كوال ديلي بعث 1 زيرو بتطلع معي سكوير ويف بكيس الديوريشن من خلال الاوسيلوسكوب يعني بالاوسيلوسكوب بيعرفوا قديش الديلي فطلع معهم هذا الفانكشن اذا بتسلموا الاوتر لوب اكس والانر لوب 165 وكانت الفريكوانسي هرتز راح ياخذ فانكشن تايم اكس ملي سكند او اللي هو ايش الاوتر لوب. طب السؤال لو كانت الفريكوانسي 20 ميجا هرتز قديش تتوقعوا لما نحط اكس لما ننادي عليه ونسلمه اكس قد ايه وقت التنفيذ؟ نص ملي سكند. كل ما تزيد الفريكوانسي بتقل الاكسكيوشن تايم. طب لو كان 5 ميجا هرتز بتصير بتسلمه اكس ياخذ 2 اكس ملي سكند. المهم هذا الفانكشن نادي عليه سلمه اكس بياخذ اكس ملي سكند. فلاحظ هون طبعا فانكشن بدك تعرفه بعد المين بدك تحط البروتوتايب عم بتعلمينه احنا شو هو void ms delay سماها ms انت حرش تسميها function half function void ms delay وشو بيستلم هذا زي السبروتين فبرمجة ل ms delay بيستلم unsigned integer فعندنا من 0 ل 255 بقدر انادي عليه واسلمه. اوكي عرف جوا الفانكشن اول شيء هاي وجي وعمل تو نستد لوبس. الان هون شو بقول لك خلينا نرجع للسؤال بده ايش توجل اول ذا بيتس اوف بورت سي اند بورت دي بورت سي اوتبوت بورت دي اوتبوت. شفت كيف بنعرف البورت ان اوتبوت تريس سي وتريس دي انفينيت لوب يبعث 55 لبورت سي ولبورت دي ديلي 250 ملي سكند لاني سلمته 250 ابعث لبورت سي اي 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 بعدين ديلي 255 وارجع. فبيبعث مره بيبعث كل مره بيبعث 55 مره بيبعث اي اي بينهم 250 ملي سكند لبورت سي وبورت دي. دي اسئله على السؤال
اي او بروجرام ان سي، في السي كده اعمل اي او. اخذنا فكره احنا في الاكزامبلز اللي قبل شوي كيف بعمل انبوت واوتبوت وكيف ببعث للبورد. فرايت السي 18 بروجرام ذات شوز ذا كاونت فروم 0 تو اف اف، يعني من زيرو من زيرو لاف اف اون ذا ليتس. فسبوز ذات ليتس ار كونكتد تو بورت بي وبورت سي. بدنا نبعث من 00 ل 11 على كل واحد منهم. طبعا يعني هون بجوز بعرفش يعني بجوز اسهل لو انك خلص تعمل اعتبره بورت واحد. اوكي بورت واحد بس مش 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 اوكي بنحل اول شيء بورت واحد بعدين بنعمل تو بورت. فنفترض نبعث من 0 ل FF على بورت بي، بورت بي اوتبوت ببلش بصفر ببعث له صفر وانفينيت لوب بورت بي بلس بلس. شوفوا كيف بورت بي بلس بلس، شو يعني بورت بي؟ بورت بي بورت بي بالبدايه صفر، لما كله بورت بي بلس بلس بصير بورت بي واحد. يعني جمعنا لبورت بي مش بورت بي ريجستر، جمعنا للريجستر واحد بعدين جمعنا الاخر واحد بصير اثنين ثلاثة خمسة الله حد 255. بعد ال 255 برجع صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي كمان مرة هاي انفينيت لوب بورت بي صفرنا، كل ما كل ايتريشن بزيد عليه واحد بصير بورت بي واحد، برد يرجع بورت بي اثنين بورت بي ثلاثة. يعني كانت تكتب بورت بي تساوي واحد بورت بي تساوي اثنين بورت بي تساوي ثلاثة لو مجرد في الآخر بصير بورت بي 255 وبعدين رد ارجع صفر. طب ليش برد ارجع؟ معروف هذا ريجستر، ريجستر معروف شو فيه. اوكي نفس اللي عملناه لبورت بي بدنا نعمله لبورت سي. فبنقدر نكتب 3 سي ايكوال صفر ونكتب هون بورت سي ايكوال صفر وهون بورت سي بلس بلس. نفس اللي كتبناه لبورت بي نقدر نعمل له بورت سي. طب لو انا معرف ليد وما ليد هاي هسه اعرفك ايش الثاني بقول لك ماشي ديفاين ديفاين ليد بورت سي. هاي ليد مش كي ورد. هاب بقول لك في البرنامج لما اكتب كلمه ليد كاني بكتب كلمه بورت سي. فهون لما كتب ليد تساوي صفر كان مكتب ليد تساوي صفر. وين ما بتشوف كلمه ليد في البرنامج بعوضها بورت سي. لما حكى ليد بلس بلس كانه كاتب بورت سي بلس بلس. اوكي فممكن اوكي فديفاين اسم جديد للريجستر والاسم القديم للريجستر. فكمان مره اي كلمه ليد هون في البرنامج اشطبها وحط بدالها بورت سي. اسئله write a C18 program to get a byte from port B. Wait one second, then port C. انساش هذا الفانكشن ليد ديلي بالتجربة على 10 ميجا هرتز جربوه بستلم X تنفيذه باخد X ملي سكند. بستلم X تنفيذه باخد X ملي سكند. لاحظ شو بستلم انا حاطين لام اس دي لاحظ شو شوف هون ان سايند انتجر احنا حكينا من 0 ل 255 مش صحيح ان سايند كار اللي من 0 ل 255 ان سايند انتجر بقدر لما نادي عليه اسلمه من 0 ل 65000 وشوي ان سايند انتجر قلنا الان سايند انتجر 2 بايتس فمن 0 ل 65000 وشوي. اوكي فانا كنت اطلع ليش سلموا 500 مو اكثر شيء 255 لا هاي لو كان unsigned كار بس هو بس لو unsigned integer. اوكي فلاحظوا انا معرف في اي unsigned integer الجي معرف unsigned كار فجي ممنوع تطلع 255 بس اي لا مسموح لها توصل 65000 وشوي تعرفون كيف تحسب. فكمان مره بدنا ناخذ بايت من بورت بي اذا بورت بي انبوت نستنى نص ثاني بعدين نبعث
اللي خدناها من بورت بي نبعته لبورت سي. فشوف الحل سهل. اول شيء طبعا كا هون ماي باي تايم اوكي مشان اللي بنقراه عرف انسايند كار طبيعي اللي بقراه من البورت بده يكون انسايند كار. تريس بي او سايند كار يعني تحرك تعامل مع رقم سالب ولا رقم موجب ولا رقم سالب وموجب. تريس بي قلنا بورت بي انبوت فتريس بي مش ايكوال واحد ايكوال اف اف ديروا بالكم بورت بي انبوت فتريس بي ايكوال اف اف بورت سي اوتبوت فتريس سي ايكوال صفر. الان انفينيتلي اقرا من بورت بي ديلي نص ثانيه ودي لبورت سي. كيف بقرا من بورت بي؟ ماي بايت ايكوال بورت بي فماي ماي بايت بتاخذ قيمتها من مين؟ من بورت بي. فاقرانا من بورت بي كيف ديلي نص ثانية؟ قلنا هون بتسلمه اكس اكس ملي سكندز النص الثاني 500 ملي سكندز فنادينا عليه سلمناه 500 فهذا راح ياخذ الاكسكيوشن نص ثانية. نبعث لبورت سي بورت سي ايكوال كذا فالبورت فالبايت اللي قرأناه من بورت بي بعثناه لبورت سي. اسئلة بت ادريسبل فلاحظوا احنا بنتعلم الاشياء اللي اخذناها تعلمناها في الاسمبلي. بجوز تلاحظوا يعني بجوز بالبدايه تحسوا يعني عشانكم تعرفوا صار لكم فتره تشتغلوا على اسمبلي ومتعودين تحسوا السي يعني خلينا على اسمبلي احسن بس لا يعني سطرين كود في السي بيوفرن عليك صفحه في الاسمبلي واسهل لك ولا بتفكر شو الريجستر اللي استخدمته ولا شيء ما استخدمتوش وكلياته ايش بحجز وبيشتغل. الاي او بار سبورت هذا بنعرفه الاي او بار سبورت مش بس الاي او بار سبورت كل البتس كل الريجسترز في الرام بت ادريسبل بنقدر نصل للبت ونفحصه ونغيره. وي كان اكسس سنجل بت وذاوت ديسربتنج ذا ريست اوف ذا بورد وي يوز طلع شو بتقوله عشان نصل ل لاي بت في البورد بنقول بورد اكس اللي هي اي او بي او سي بورد سي بتس دوت الاكس رقم البورد يعني بورد اكس بتكون يا اي يا بي يا سي يا دي يا اي اوكي الواي رقم البت الواي من 0 ل 7 فاكس ممكن تكون اي او بي او سي او دي او اي حتى في واي من 0 ل 7 فلما نحكي بورد اي بيتس دوت ار بي سوري بورد بي بيتس دوت ار بي 1 او دوت ار بي 0 هيك بنصل لاي بت في البورد. بالنسبه للتريس نفس الشيء تريس اكس بيتس دوت تريس مش ار دوت تريس مثلا تريس اي بيتس دوت تريس اي 0 تريس اي بيتس دوت تريس اي 7 فهيك بنقدر نصل لاي بت. طبعا تقدر تغيره تقدر تعرف قيمته تقدر تفحصه يا اخي. فنشوف هون رايت اسي 18 بروجرام تو مونيتور مونيتور عم نضل نفحص ار سي 5 اذا هاي نبعث 55 لبورت بي اذا لا اذا لو يعني نبعث اي اي ل لبورت دي. فاول شيء هذا البت انبوت ولا اوتبوت؟ انبوت بدنا نراقبه بدنا نقرا منه انبوت. فاول شيء بدنا نقول انه هذا البت انبوت طلع كيف حكينا تريس سي بيتس دوت تريس سي 5 تريس سي بيتس دوت تريس سي 5 ايكوال 1 فمعناته انه هذا البن انبوت مش كل البورت انبوت هذا البن انبوت. بعدين تريس دي صفر اوتبوت بورت دي اوتبوت تريس بي صفر بورت دي اوتبوت وايل 1 اف ماي بت شي ماي بت طلع شو معرفها ماي بت هي نفسها بورت سي بيتس دوت ار سي 5 شفت كيف ممكن انا اريح حالي من اللونج نيم هذا عرف ماي بت
لانها بورت سي بتس للطار سي 5. فوين ما بد وين مكتوب ماي بت هي المقصود فيها بورت سي بتس للطار سي 5. بس لحظه اسال لي اكتب ماي بت ما اكتب هذا الجزء. فهذا البورت البن 5 من بورت سي. فاف ماي بت ايكوال واحد هذا اللي مراقبه انا. اذا واحد يبعث 55 لبورت بي. والا يبعث اي اي لبورت بي وارجع. رد ارجع. فبيظل مراقب البت هذا. بس يصير واحد ببعث 55، صفر ببعث، فهذا دائما يا ببعث 55 لبورت بي يا اي اي لبورت بي وانفينيتلي. كويستشنز. اوكي، ادور سنسور از كن، لاحظوا احنا قاعدين بنحل اكزامبلز حليناها تقريبا قبل او زيها باستخدام الاسمبلي، وبنعيد فيها باستخدام السي عشان نركز المفاهيم، ففيش شيء كثير. فادور سنسور از كونكتد تو ار بي 1، ذا بازر از كونكتد تو ار سي 5 ار سي 7 سوري. فبما انه هذا مشبوك عليه السنسور بنحطه انبوت، هذا مشبوك عليه البازر او الالارم نحطه اوتبوت. رايت اسي 18 بروجرام تو مونيتور ذا دور سنسور راكب البن، اند وين ات اوبنز ساوند ذا بازر، لما الباب يفتح بتشغل البزر. You can sound the buzzer by sending a square wave of a few hundred hertz frequency. كيف بيشتغل البزر؟ تبعت له square wave شوي، يعني الفريكوانسي اللي هاي الويف تبعثها بالمئات بالمئات. فخلينا نشوف switch on إلى input. تريس بي بيتس دوت تريس بي 1 طلع. هاي بجوز واحد يقول بالاسمبلي اسهل، ما حق صراحه. هاي كيف نكتبها؟ بي اس اف الاسمبلي تريس بي اس اف تريس بي كوما واحد كوما واحد تمام. يعني set the first set bit number one of the recipe. بس C شوية أطول كتابتها، بس هذا يعني هاي يعني سيئة بسيطة جدا مع الفوائد اللي بأخذها من السي. هو نفس الشيء set bit seven sorry clear BCF bit seven من boards من recipe. While D sensor equal one. شو D sensor؟ معرف هيو D sensor هو نفسه. طلع هاي الطريقة برضو بتقدر تتحايل عليها انت. اوكي، هذول ما كتبهنش لانه اصلا مرة واحدة بحددهن، مرة واحدة بنكرر شو input شو output في البرنامج. بس مثلا لانه بيستخدم هاي الجملة port B bits dot RB1، لانه بيستخدمها اكثر من مرة راح عرفها سماها D sensor. وكمان هذا التعريف بذكرني انه هذا البت هو السنسور. إذا هذا البن RB1 هو السنسور سماه دي سنسور، و RC7 من بورت سي سماه بزر. فدي بالك الدي سنسور بت والبزر بت. فوين ما بنحكي دي سنسور كأني بحكي عن RB1، وين بحكي بزر كأني بحكي عن RC7. فوايل راكب وايل دي سنسور إيكوال 1، ما دام الدي سنسور إيكوال 1 بزر إيكوال 0 delay 200 buzzer equal 1 delay 200. فمدام الباب مفتوح مدام الباب مفتوح ظلك ابعث 0 200 1 200 بس طلع 200 ملي سكند. قديش تطلع الفريكونسي لو كنت تحسبوها للسيجنال اللي بنبعثها على RC7؟ قديش نبعث 200 لو 200 هاي كداش تكون الفريكوانسي؟ 1 على 400 1 على 400 ملي سكند. طبعا كداش تطلع 1 على 400 ملي سكند؟ مفهوم لا مفهوم لا. انا جبت لكم سؤال بالتالي مالها 1
واحد تقسيم 400 مع واحد تقسيم 4 25. واحد تقسيم 400 تساوي بس هذا ايش طبعا الوحدة هذه تطلع بالكيلو هرتز. قديش بالهرتز؟ اثنين. على فكرة مش مزبوط الحل هون، يعني هون الويف اللي ببعثها مطلوب بالسؤال تكون few hundred هرتز، السؤال هو ببعث هيك لو 200 هاي 200 على ار سي 7. لم هذا ايش؟ اذا الباب مفتوح، اذا الباب مش مفتوح بعرفش. اذا الباب مفتوح ما دام السنسور مفتوح الدي سنسور واحد ببعث هيك. بس لاحظ انه بين اللو والهاي ببعث 200 ملي سكند 200 ملي سكند، معناته هاي التي هون 400 ملي سكند. واحد على 400 ملي سكند حسبناها ال 400 ملي سكند 14 سكند، واحد على 14 تطلع 2.5. يعني هاي الفريكوانسي تبعتها الحل اللي حله هو اف تساوي 1 تقسيم 400 ملي سكند تساوي 2.5 هرتز. 2.5 هرتز. طب مين بده هذا خطأ في السؤال؟ السؤال بقول بده few hundred هرتز، يعني لو بدنا نعملهم 250 هرتز شو لازم نعمل؟ بدنا ايش؟ نقلل الوقت. كناش نقلله. نبعث هون بدل ال 200 102 وهون نبعث 2. شو بصير؟ 1 على 4 ملي سكند. فشو بتصير هون؟ 1 على 4 ملي سكند 250 هرتز. 250 هرتز. بصير الحل صح. فمش لازم سلموا 200، لازم سلموا 2. بتصير هون 2 ملي سكند وهون 2 ملي سكند. المهم الكور للسؤال هو مش الهدف، هذا شارحينه احنا قبل. الهدف انه يعلمك كيف تتعامل مع تحدد بورت انبوت، بن انبوت، بن اوتبوت، بورت انبوت، بورت اوتبوت، كيف تراقب بت معين. متذكرين هاي بت تيست سكيب اف كلير وسكيب اف ست طلع واي. ما دام السنسور واحد يبعث سكوير ويف. طب السنسور صفر شو السنسور؟ ار بي 1. ما دام ار بي 1 واحد يبعث صفر عبورت تشيل بزر ار سي 7. فطلع هذول ما تخربطكمش التسميه، غيرهم، نرجع نغيرهم لاسمائهم. ما دام ار بي 1 ولا بدون ما شطب يعني. كأنه بحكي ما دام ار بي 1 يساوي 1 ار سي 7 تساوي 0 ديلي و ار سي 7 تساوي 1 كمان مرة ديلي. متذكرين انتو هذا كيف لما كنا يعني ايش هو جنريت سكوير ويف على ار سي 7. مو هيك بيشتغل الجرس، جرس مشبوك على ار سي 7، الجرس بيشتغل انك تبعث له سكوير ويف. بصير يزمر سكوير ويف، هاي بده يكون الفريكونسي تبعتها بالمئات. هاي احنا ضبطنا السؤال، بعثنا له 2 و2 بدل 200 و200 وصار نبعث له 250. طب اذا ار بي بي ان واحد ببعث شيء
The RB1 واحد بعد أسئلة. مستوعبين ولا مش مركزين أصلا؟ في حدا عنده أسئلة؟ أوكي. Logic operations in C. الآن نستخدم هاي الأور نستخدم هاي البايب إكسور إنفيرتر. شو يعني إنفيرتر؟ كومبليمنت يعني كومبليمنت. فلما تقول مثلا إكس تساوي هاي الإشارة بي إكس واي إكس تساوي هاي الإشارة واي يعني إكس هو الوانس كومبليمنت لواي. شيفت رايت طبعا شيفت رايت طبعا ما فيش شيفت ما كل هذول بالترجمة للإنستركشنز راح يعملهم باستخدام إيش باستخدام الروتيت مش هاي مش فيش إنستركشن جديد وبالآخر اللي بتنفذوا البيك إنستركشنز بس هو راح يترجم له لا إنستركشنز بطريقته فهذول معروف راح يترجمهم باستخدام الروتيت روتيت رايت وروتيت ليفت فشيفت رايت شيفت ليفت أوكي كمان الشيفت كيف تشتغل نقول اكس اكس شيفت ثلاث بيعمل شيفت ثلاث خطوات شيفت رايت ثلاث خطوات يعني كانه شيفت وشيفت وشيفت شيفت ليفت نفس الشيء فشيفت تستلم عدد البيتس بيعملها شيفت طبعا بوقف صفار عليه هون بحط صفار من ناحية الشمال هون بحط صفار من جهة اليمين رايت سي 18 بروجرام تو توجل اول ذا بيتس اوف بارت بي اند بارت سي كونتينيوسلي وذ 250 ملي سكند ديلي يوز انفيرتنج اوبريتور كيف نعمل توجل هون طلع بارت بي ايكوال انفيرتر بورت بي فلو كان طلع بورت بي هون ايش 55 بورت سي اي اي هسه بورت بي تساوي انفيرتر بصير بورت اي بورت بي الانفيرت لل 55 اي اي بورت سي مي وانز كومبلمنت هاي بتعمل وانز كومبلمنت الانفيرتر لاي اي 55 بس هذا انفينيتلي رايت ذا سي 18 بروجرام to toggle all the bits of port B, port C and port D continuously كذا use the XOR استخدم ال XOR الآن أي register يعمل له XOR مع FF ال1 بتصير 0 وال0 بتصير 1 ففي طريقة نعمل ones complement نعمل ones complement إنك إيش تعمل XOR مع FF تعمل ones complement فلما نقول port B تساوي port B XOR FF راح إيش كأني بحكي كان بعمل ones complement لبورت بي فهي طريقة ثانية بس ما فيش شيء في السؤال كله مين out مين هذا output البورتس هاي الانيشال فاليوز تبعتها داتا conversion كله على أمثلة على فكرة مرت معنا في الاسمبلي أو قريب منه write a program to convert bagged BCD to ASCII and display the bytes on port B and port C. فالباك بي سي دي بتاعه الاسكي بده يكون ايش تو ريجسترز يعني بدك تو اوكي باك بي سي دي التسعة بدها تروح اسكي طبعا شو الاسكي اللي شو الكونفرجن 39 هيكسا و32 هيكسا عم اتذكر كيف كنا ناخذ التسعة لحال نعمل 0 اف اند وبعدين نجمع لها 30 او 4 مع 30 ناخذ اثنين نعمل سواب وبعدين نجمعها 30 الى اخره فهون بدك تشوف شو عمل بده يبعث طبعا كل واحده منهم بده يبعث لها اذا تسعه بنجمع لها 30 او نعمل لها اور مع 30 فطلع شو عمل اكس تساوي ماي بايت ماي بايت اللي بدي احوله ماي بايت بدي احوله اكس تساوي ماي بايت اند 0 اف شو صارت اكس 9 9 and port B تساوي X or 30 كلنا or 30 أو A أو تجمع 30 يعني لو حطيت X زائد 30 نفس الإشي
صير 39 يعني على الجهتين بصير 39 هكسا. فايش مع التسعة مع 30 هكسا واللا مع الاور مع 30 هكسا؟ خلصنا من هاي الجزء. نيجي لهذا الجزء الثاني. واي واي تساوي ماي بايت اند اف زيرو. شو صفت 20 هكسا. واي تساوي 20 هكسا. احنا شو بنا اياها 32. واي تساوي واي شيفت 4. كمان مرة خلينا هون الواي عشان ها جزء مرة. واي تساوي ماي بايت. شو واي هنا؟ 20 هكسا. ما عملناش 20 هكسا. بدنا 2 تيجي هون والصفر تيجي هون. ايش كنا نعمل سواب؟ بدل السواب شو عمل؟ واي تساوي واي وعمل لها شيفت 4. فالان طلعوا ال 20. كل ما نعمل شيفت واحد بنحركهم على ايش؟ بنحرك البيتس على اليمين خطوه. فلاحظ اذا بنحولها على الباينري لباينري ال 20 ال 20 هيك. عشرين. أول ما نعمل شيفت بروح شو اسمه بيجي صفر من هون بداله. بروح بيت على اليمين بروح يجي صفر. نعمل شيفت كمان مرة بروح شو اسمه بيجي صفر. دائما بيجي صفر من هاي الجهة. شيفت كمان مرة والرابعة شيفت. احنا أصلا بنعرف إنها السواب هي شيفت أربع مرات. شيفت أربع مرات. فعمليا صارت بعد ما عملنا شيفت اربع مرات زي السواب صارت 2. صارت واي ايش 2 2 يعني 0 2. الان بورت سي ايكوال واي اور 30 نفس التقنيه اللي استخدمناها بالاسمبلي فصار 32 وهون اكس صارت 39. فهيك حولناهم. اذا حولنا من بي سي دي لاسكي واحنا شفنا كيف بنحولها بالتفصيل قبل وبعثناهم بس سواء بعثناهم لبورت بي بورت في اسئله. كمان مره كالجوريثم احنا ماخذينها بالتفصيل بس سواء السنتكس اختلف. بدل اند 0 اف صرنا نستخدم هاي الاند. بدل الاور اللي هي كنا نستخدمها كانستركشن نستخدم الاور. بدل ما نعمل سواب عملنا شيفت رايت اربع مرات. شيفت لليمين اربع بيتس. فبيجي اربع اصفار على اليمين والاربعه بيتس اللي كانوا على الشمال صاروا على اليمين. سوري بيجوا اربع اصفار من جهه الشمال والاربعه بيتس اللي كانوا على موست سيجنيفيكانت فور بيتس بصيروا ليست سيجنيفيكانت فور بيتس. Write a program that convert ASCII digit 4 and 7 to byte. بالعكس في عنا الأربعة. طبعا الأربعة شو تكون مخزنة 34 والسبعة 37 هكسا. بدنا إيش نحطهم إيش في BCD. بدهم يجوا على two registers. بدهم يجوا على two registers. فطبعا كم مرة هي الأساس الألغوريثم تعب 34 هكسا. هاي الأربعة وعندنا 37 هكسا. كيف بدنا نخليهم يصيروا 47 47 بدك تحط بدك تحط صفر هون صفر هون تعمل سواب لوحدة وبعدين تعمل بينهم اور كمان مرة. هذا ما نصفره سوري هذا ما نصفره وهذا ما نصفره بعدين نعمل سواب لوحده منهم وبعدين نعمل اور بينهم. وهذا اخذناه كالجوريثم تعلمنا. شوف هون بس بلغه السي كيف كنا بنصفر. طلع كيف صفرت انا هون بعدين عملت سواب بعدين صفرت زي نفس الخطوات اللي بحكي عنها. صفر الثلاثه هي صفر الثلاثه هي بعدين اعمل سواب. السواب هون شفت لليمين شفت للشمال اربعه عشان الأربعة تي W عشان الأربعة تيجي هون بعدين نعمل OR. أوكي بعدين نعمل OR. أسئلة بعد سي بروجرام تو كونفيرت تو ديسيمال اند ديسبلاي ذا ديجيتس ان بورت B و C و D. طلع بدنا نحول من باينري لديسيمال
طبعا من باينري ديسمال او من هكساديسمال ما بتفرق. بدنا نحول من باينري لديسمال او من هكس لديسمال. كيف بدنا نحولهم لديسمال؟ مش بس هيك، وبدنا الديجيتس هذول، يعني هسه انا حولنا الرقم لديسمال، بتعرفوا الانسايند كار او الريجستر حد اقصى له 255، يعني عندي 3 ديجيتس بالديسمال. كل ديجيت من الديجيتس اللي بيطلع معنا بالديسمال من ايش؟ نبعثه لبورت مختلف بعيد. خلينا اوضح الفكره. يظهر عندي الرقم 147. طبعا كيف بكون مخزن؟ مش هيك بكون مخزن. يفرضوا عندنا الرقم 93 هيكس او باينري هيك، من باينري لديسمال. لو كمان مره فكر فيها كيف بدك، يفرض عندك الرقم هون او هذا، هذا بيفرق عن هذا نفسه، 93 هيكس هي نفس هذا الرقم. مطلوب منا نحوله لديسمال. هسه لما تحول لديسمال شو لازم يطلع؟ 147، والسبعه تبعثها لبورت، والاربعه لبورت، والواحد لبورت. فحول الرقم لديسيمال يعني طلع لي الثلاثة ديجيت سبعته، وكل ديجيت تبعثها لبورت. هذا سألكم كيف هذا الرقم بدنا نطلع منه بسبعة؟ شو رأيكم؟ بس ناخذ السبعة منه كيف؟ بسيطة، اعمل باقي القسمة على 10. يعني لو انك عندك هون جيت كولت دي زيرو، دي زيرو يعني اول ديجيت، بلاش دي تفكروها ديجيت، ماشي ديجيت زي ديجيت زيرو او ديجيت 1 اللي هي خانة الاحد تساوي. فخلينا قبل قلنا مثلا الرقم X تساوي في الباينري 1001001. ماشي هذا الـ X. ديجيت 1 تساوي X موديولس العشرة. هو في موديولس في السي في، طب كيف بعملها؟ احنا بنعرف كيف الموديول، قلنا الموديولس اللي هي الباقي، كيف بنعرف كيف بحسب الباقي والنتيجة؟ باستخدام الريبيتد سبتراكشن. فبالاخر راح تحولها لريبيتد سبتراكشن، بس مش انت بتحولها، هو بيحولها. فديجيت 1 اكس موديلس 10، بتعرفوا انها ايه ديجيت 1 راح قديش راح قديش راح تكون قيمتها؟ 7. هاي اول ديجيت، خلص خلص اصنع كاني بكتب ديجيت 1 بتصير ديجيت 1 تساوي 7. واضح؟ طب العشرات ديجيت 2، ديجيت 2 رايكم؟ يلا شو اخذتوها اصلا في السي بلس بلس، كيف تحولوا من باينري لديسيمال؟ طيب لو عملنا اكس تقسيم 10 قديش بتصير ال 147؟ بتصير 14. والجواب موديلس 10. راح تطلع الكائن الثاني الوسطى. طبعا هم شو بيعملوا؟ بيعملوا هيك اكس تساوي اكس تساوي اكس تقسيم 10، طبعا هاي انتجر ديفيجن، انتجر ديفيجن، بتصير قيمه اكس 14. بعدين بكتب ديجيت 2 برضه اكس موديولس 10، تطلع خانه العشرات، فهي اكس هاي ديجيت 2 4. بعدين كمان مره اكس تقسيم 10، لاحظوا كانت 14 تقسيم 10 1 واحد، فديجيت 3 تساوي مباشرة اكس تقسيم 10. هاي ديجيت 1 ديجيت 2 ديجيت 3، فهاي بتطلع 7 4 1 بتطلع. فموديولس ديفيجن، فانك تحول باينري لديسيمال
سهل او هيكسا ديسمال ديسمال، ما هي كمان مره الباينري بس الباينري والهيكسا ديسمال نفس الشيء يعني. مودولاس ديفيجن وبعدين مودولاس وديفيجن. شوف اذا فيش اسئله كيف حلها. طبعا هو كمان مره ديجيت 1 بيبعثها لبورت بي، ديجيت 2 بيبعثها لبورت لبورت سي، وديجيت 3 بيبعثها لبورت دي. فلاحظ اعملهم اوتبوت، عرف اكس بن بن بايت باينري بايت يعني هذا اللي بنحوله دي 1 دي 2 دي 3 الديجيت سبب كلهم انسايند كار كلهم الرينج تبعهم من 0 ل 255. طيب باينري بايت تساوي اف دي، هذا الرقم اللي بيحوله طبعا مش شرط اي رقم مش مشكله. هو لو قلت لك بالامتحان اكتب فانكشن بستلم بستلم باينري نمبر وبحوله لديسيمال. طيب لاحظوا اذا اكس تساوي باينري بايت تقسيم 10، دي 1 تساوي دي 1 باينري بايت مودولس 10، هاي دي 2 اكس اللي هي بعد ما تقسم 10 مودولس 10. اكس شيء اصلا اكس اللي هي باينري بايت تقسيم 10 فقسم وبعدين حسب دي 3 تساوي اكس تقسيم 10 بعد 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 بعد. كيف نحول من باينري ديسيمال؟ سهل طبعا هذا لو يعني بنحكي عن الاسمبلي والمقارنه، هذا بدك تحله في الاسمبلي، بدك تعمل كم قسم، بدك تعمل شوف كم قسمه وكم مودولس. فبدك اول بدك تحسب اذا مودولس 10 وتقسيم 10 تحسبهم ب 1 1 لوب 1 سبتراكشن لوب، والمودولس 10 هاي مع تقسيم ال 10 بعدين بدك ترد تحسب كمان مره مودولس تقسيم والاخر تقسيم ثلاث مرات بتكمل ثلاث مرات. فشوفوا كيف في السي، خلي الكمبار يدبر حاله كيف يعمل مودولس تقسيم. بديش انا اقعد افكر كيف اضل اعمل سبتراكشن واعد الى داتا سيراليزيشن ولا ايش تطبيق بس نعرف كيف نعمل سيراليزيشن. شو السيراليزيشن؟ ان اقرا بت اقرا بت بت او ابعث بت بت على بن. طبعا في تشابتر 10 باستخدام السيريال بورت ما راح نلحق ناخذه. نستخدم التقنيه اللي استخدمناها المرة السابقة. طبعا شو بتستخدم شو التقنية؟ روتيت رايت ويت كاري، روتيت ليفت ويت كاري. إذا هون شو المتوقع؟ شيفت، نعمل شيفت. التقنية اللي استخدمناها في الأسمبلي إنه روتيت رايت ويت كاري، روتيت ليفت، هون شو بدنا نبدلها؟ شيفت. فركزوا بهذا البرنامج تقرأوه في البيت. نفس الشيء هون سيراليزيشن بس انبوت بدنا نقرا بن بت بت من خلال بن. طلع بيستخدم الاور والاند والشيفت. طيب بروجرام روم لوكيشن، حكينا انه في الاسمبلي بنقدر نكتب على الروم داتا. كيف؟ ديفاين بايت دي بي دي بي. طب هون بنقدر نكتب في الروم؟ نعم بنقدر. كيف؟ keyword rom بعدين بحدد شو اللي بدي اكتبه شو نوعه، النوع كار بسميه 9M hello. اذا هاي لحاله تتخزن وين؟ في البروجرام rom. نفس الشيء هون rom car weekdays 7 months 12 تخزن في الروم. لاحظ هون اذا كلمه rom قبل المين والحطها هاي ده تخزن في الروم. بروجرام روم الوكيشن ان سي في كلمة نير وفار. طيب طلع علي بدي اطالبكم في هذا الشابتر فقط لسلايد 24 لسلايد 24 24 داخل. هسه بعدها شو اللي ضل؟ بس هيك لازم نعرف شو اللي ضل. اللي ضل لو انا بدي وين يتخزن في الروم بالضبط في نير وفار بدل الاوريجينال مثلا
شفتوا كيف في الكود كنا نحط اوريجينال، كيف هون بحدد بالضبط وين الكود بده يتخزن او وين بالضبط وين بدي اخزن. اشوف في عندي براغما كود مين 50، هاي براغما كود مش مطلوبها في الامتحان بس مطلوب يعني لازم تعرفوه لانه احنا متعلمش عشان الامتحان فقط. براغما كود مين 50 معناته المين هاي راح تتخزن كان عامل اوريجينال 50، كان عامل اوريجين 50 فيكسر، فهذا الكود راح يتخزن ابتداء من اللوكيشن 50 في الرام. اذا براغما كود بكتب واسم الفانكشن براغما كود ام اس ديلي 300، معناته الام اس ديلي هذا هذول الانستركشنز الناتجات عن تنفيذ التحرك الناتجات عن هذا البرنامج راح يتخزن ابتداء من اللوكيشن 300 في الرام. براغما روم كود ماي داتا 200، براغما روم داتا ماي داتا 200 نير روم كونستانت كار ماي داتا ايكوال هلو. الهلو هون في الروم بالتفكين، ونير يعني في الاول اول كديش نير اول 64 كيلو بس بالضبط حددت وين. فهون بقول انه هاي الماي كاونت سوري هون هاي الماي داتا راح تتخزن في الروم. لحظة لا سوري قبل في اشي هون فشكناه الاي داتا واليو داتا. اوكي اذا انت في الرام في الرام بدك تحدد وين اخزن الداتا بتقدر. يعني احنا ممكن نقول unsigned car my data hello، هون بعطيه الحرية لو مش حاط هاي الجملة، لو هاي الجملة مش موجودة ماي داتا هاي 6 ريجسترز بخزنهم في الرام، من وما بده يخزنهم بخزنهم، واكيد هو بيعمل مانجمنت انه الامور تضل مزبوطه. اذا انا معني بالضبط او بعنيني اعرف بعنيني احدد وين يتخزنوا بستخدم براغما اي داتا، فالانيشاليز داتا فبخزن هاي الداتا في المي في في الرام في البنك الاولى في بنك رقم واحد سوري ابتداء من 50، ففي اللوكيشن 150 في الرام. اذا بس اعرف انه في امكانيه اقرر وين الداتا تتخزن في الرام سواء انيشلايزد او انيشلايزد، وين الداتا تتخزن الداتا مش بس الداتا والكود في الروم باستخدام ايش باستخدام النير والفار وكمان في شيء كمان هون الكود براغما كود. هاي كل الفكره وكل هذول اللي ضلن بس عشان هن كثار وبخربطن بدي اطلع من الامتحان واعطيكم كلنا بس لحد سلايد 24 فقط. سلايد 24 اوكي والباقي بس تعرفوا. نروح على الشابتر اللي بعده. ثمانية مش مطلوب، تسعة تايمرز. التايمرز نفس الشيء راح اعطيكم ما تبقى من هاي المحاضره زائد المحاضره الجايه يمكن على التايمرز. ف بيك 18 هاز 2 تو 5 تايمر. 2 تو 5 تايمر. طبعا التايمر شو هو التايمر؟ التايمر زي كاونتر اذا بدكم كاونتر بتحط له انيشال فاليو. ركزوا شو بحكي، بحط انيشال فاليو كل ما تيجي تك بزيد واحد بعيد. يعني لو جيت صفرت التايمر صفرنا عندنا مجموعه تايمرز وبعدين بلشت ابعث له تكس كل ما تيجي تك بصير واحد، تيجي كمان تك بصير اثنين، تا يوصل القيمه النهائيه له بعدين بصير اوفر فلو برد يرجع يعد من الصفر. طبعا التايمرز في منهم 8 بت في منهم 16 بت الى اخره. طيب هاي شو هو التايمر؟ مفهوم شو التايمر؟ زي كاونتر ريجستر سواء ريجستر او تو ريجسترز حسب حجمه. نعطيه انيشال فاليو كل ما يجي تك بزيد واحد. طب لايش يستخدمه؟ لايش يستخدموا التايمرز؟ يعني استخدامين، واحد تو جنريت ا تايم ديلي، تو جنريت ا تايم ديلي. التايمر سواء في السي ولا في الاسمبلي ما له علاقه، ادق طريقه لايش لانتاج ديلي.
كيف كنا نعمل ديليز احنا باستخدام لوب. في طريقة ثانية نتعلم كيف نستخدم التايمرز تو جنريت ديلي. الطريقة الثانية كاونترز نستخدمه عشان نعد أشياء، يعني مثلا كم لف لف الماطور، كم مرة انفتح الباب، أوكي. واضح؟ كم مرة انضغط على سويتش معين، فبدك تعد، أوكي. بدك تعد events، أي events happening outside the microcontroller. شو يعني؟ يعني بعد أشياء بتصير برا المايكرو كنترولر. شو بتستنتج؟ إنه بده يكون في تواصل من خلال البنز، بعد أشياء تحصل برا المايكرو كنترولر. فمثلا إذا إحنا شابكين سويتش عبن، بدي كل ما ينضغط على السويتش يضيف على كاونتر واحد، بدي عد كم مرة انضغط على السويتش. أوكي، ممكن أستخدم. طب إذا استخدامين رئيسيين للتايمرز to generate a delay to count أشياء تحدث برا المايكرو كنترولر. في عنا طبعا مجموعة من الريجسترز اللي تستخدم مع الكاونتر مع التايمرز. فطلع مثلا تايمر 0L، تايمر 0H، تايمر 0CON. فمثلا تايمر 0 في إله على أقل أهم 3 ريجسترز، تايمر 0 لو، تايمر 0 الهاي، وفي عنا تايمر 0 كنترول. ديروا بالكم المادة هسا بدها تركيز، بدها تركيز، واضح؟ فبدكم تركزوا. في عنا تايمرز وانتربتس وانا ديجيتال كونفرتر. اوكي، ممكن اعطي التايمر محاضرة والانتربتس محاضرة والباقي اللي انا ديجيتال. programming timers 0 and 1 نبرمج التايمر 0 1 every timer needs a clock pulse to tick. طبيعي اصلا هو التايمر لما شرحناه قلنا initial value بيجي تيكس، كل ما يجي تيك بيزيد واحد، فلازم يكون في عنده ايش؟ clock tick. غير الاف اوسيليتر، انسى الاف اوسيليتر. الكلوك سورس منين نجيبه؟ اما انترنال. شو انترنال؟ ربع الفريكوانسي للكريستال اوسيليتر. فاحد الخيارات اني اقول له انت بتاخذ التكست تبعاتك من الكريستال اوسيليتر بس. ديروا بالكم، ربع شو يعني؟ يعني اذا الكريستال اوسيليتر بيعمل 1000 مبضة في الثانية، خلينا نقول، مش خلينا نحكي الكريستال اوسيليتر 10 ميجا هرتز. شو معنى 10 ميجا هرتز؟ انه 10 ملايين سايكل في الثانية، 10 ملايين سايكل في الثانية. التايمر بحس فيهن مش 10 ملايين، مليونين ونص، ربع. اوكي، التايمر بشوفهن ربع الفريكوانسي. ربع الفريكوانسي يعني ابطا، يعني بيجي بلس بمعدل مليونين ونص بلس في الثانية. ليش؟ اذا كانت الكريستال اوسيليتر 10 مليون بلس في الثانية. يعني إذا كان الأوسيليتر بعبارة أخرى 10 ميجا هرتز، التايمر بشوف إيش؟ بشوف 2.5 ميجا هرتز. فأول خيار عشان إننا نعطي تيكس للتايمر إننا نستخدم الانترنالي، وهو إيش؟ ربع الفريكوانسي للكريستال أوسيليتر. الكريستال أوسيليتر تذكير انه مشبوك على بنز، واحد اسمه OSC1 واحد اسمه OSC2. فالكلوك اللي بتغذي التايمر هي كلوك لها ربع الفريكوانسي للتايمر للكريستال أوسيليتر. خيار ثاني اكسترنال، اذا بدك تستخدمه عشان تعد اشياء تحدث برا البيك، ما تستخدمش الكلوك فريكوانسي هذه، ولا بتكون عدد البلسز اللي جاي من برا. بدك تعد من برا، بدك تعد اشياء اللي بتحدث برا، لفات مطار، السويتش كم انضغط، الباب كم مره انفتح الى اخره. بدك تعد اذا البلسز شو بتعد بالنهايه؟ التايمر شو بيعد؟ بلسز. فالبلسز بتكون جاي من برا. فهون انا انترنال لما بدي اعمله للديلي، لما بدي استخدمه للديلي، بقرر اني اخذ ايش؟ اخذ ربع، واخذ سيجنال الى ربع الفريكوانسي للكريستال اوسيليتر. اذا بدي اعد بلسز جاي من برا،
خلص بعدها من برا، بتيجي البلسز من برا وبعدها، فحسب استخدام ايش التايمر. تايمرز ار 16 بت وايد. هذول مين هني؟ بس الصفر والواحد. التايمر صفر والتايمر واحد 16 بت. 16 بت. Can be accessed as two separate registers. لتايمر زيرو في عنا تايمر زيرو لو، تايمر زيرو هاي. لتايمر 1 في عندي تايمر تي ام ار 1 لو 1 هاي. وكل واحد من الريجستر، كل واحد من التايمرز له تي كون، في تي زيرو كون تي 1 كون. تي زيرو 1 تي 1 كون. احنا بنحكي عن تايمر زيرو 1. اللي بدكم تعرفوه انه الكويز الخميس هذا تشابتر 6، الكويز اللي بعده بتشابتر 9 في التايمرز. اوكي الكويز هذا الخميس، يعني السي مش راح يدخل في الكويز، لغه السي. الكويز هذا بديش ادخلكم يعني تو تشابترز، مع انه ذاك يعني كتشر بناء وسر تقولوا انه كثير يا دكتور. فكويز الخميس هذا تشابتر 6، الكويز اللي بعده تشابتر 9. اوكي تشابتر 9 واضح؟ في اسئله؟ في اسئله؟ او ممكن حتى لمصلحتكم ادخل برضه، بصير ادخل تشابتر 7 وتشابتر 9، أو ما أخذناه من شابتر 9 7 وما سنأخذه من شابتر 9، لأنه يعني تقريبا نص هذا الشابتر ونص هذا الشابتر. خلاص بنعملها من شابتر 7 و 9. اوكي فالكويز اللي جاي شابتر 6 واللي بعده، انتبهوا شابتر 6 شفتوا قديش في معلومات كثير، واللي بعده بيكون شابتر 7 و 9. ركزوا مليح وادرسوا، لانه في كميه كبيره من الاسئله بتيجي على ما تبقى من التشابترز، يعني لان التايمرز والانتربتس والاناليكتيجيتال كومبيوتر هذا اللي ضل لنا. ما راح اخلص مشان لضيق الوقت، ما راح امشي في التشابترز للاخر مشان ما تقولوش شرح 3 تشابترز في اخر اسبوعين مثلا او اخر 3 اسابيع، ما راح امشي للاخر. اوكي فراح اعطيكم لب الموضوع، لوب الموضوع. إذا في حدا عنده أسئلة يسأل. ماشي يعطيكم العافية وجود لك. في حدا عنده أسئلة؟ أوكي.